قضاء بعقوبة. لم يعد مكاناً ذي هواء نقي عليل بعد أن تلوث نتيجة المخلفات البيئية والنفايات التي يغص بها مركز التمر الصحي وسط القضاء. جاء يسبب الكثير من المشاكل، يسبب الأمراض، تواجد الحيوانات الكلاب السائبة، وجاء يسبب حوادث على هذا الطريق، وسبب الكثير من الأمراض على الأطفال، وسبب لنا هواي مشاكل اللي نتأمل أن يشيلون هاي النفايات، يشيلونها يحولونها بغير مكان لائق، مو على الطريق طبعاً، هذا طريق رئيسي يربط بغداد بمحافظة ديالى، فما المفروض أن تكون واجهة محافظة ديالى بهذه الطريقة. الجهات الحكومية المختصة مطالبة اليوم بوضع خطة لنقل مركز التمر الصحي من بعقوبة إلى مكان آخر ومعالجة النفايات فيه بطريقة حضارية، لأن حجم الخطر الناتج عنه أصبح حقيقيا وقد يؤدي إلى كارثة إنسانية في محافظة ديالى. دائما يصير حرق للنفايات ويصير بها طبعا روائح كريهة وأشياء طبعا هي مضرة للناس. تعرفون أنه أغلبية الناس البسطاء كبار السن تأثر عليهم هذه الروائح، وتأثر على الأطفال، وتأثر على يعني على البيئة، وتأثر على مستقبل وعلى جمالية المحافظة. المحافظة اليوم تئن وتشكو من يعني إخفاق في مجال خدمات خاصة، وهناك فساد كبير وواضح في هذه الملفات يؤثر على استنزاف ما يخصص من أموال لهذه المكبات التي يجب أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية، بعيدة عن المواطنين، بعيدة عن المحلات، لأنها تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين وتؤثر أيضا على تلوث البيئة في المحافظة. وبالرغم من إدراك الجهات الحكومية للأضرار التي يسببها مركز التمر الصحي في بعقوبة والمطالبات الكثيرة بنقله بعيدا، إلا أن أحدا من هذه الجهات لم يلتفت لهذه المطالب حتى اليوم. حقيقة التمر الصحي المتواجد في أطراف بعقوبة هو غير نظامي وليست فيه مواصفات صحية وبلدية على مستوى الأمور البيئية. هناك شكاوى كثيرة تقدم إلينا بهذا الصدد بعد حرق هذه النفايات، ما تسبب تأثير على الواقع الصحي لمواطنين قضاء بعقوبة. نحن كإدارة محلية تم اقتراح تمر صحي بمواصفات عالمية، لكن لم يرى النور لحد الآن، يحتاج إلى مبالغ عالية. مركز التمر الصحي ملف يضاف إلى الكثير من ملفات الإهمال والفساد الحكومي في مجال الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن في بعقوبة مركز محافظة ديالى وواجهتها.